طيب يا دكتور، لو شاب بيعاني من دوالي الخصيتين وفي نفس الوقت هي مش مسببة أي مشاكل، يعني لا عنده مشكلة في الإنجاب ولا هي مسببة له ألم، في الحالة دي هيسيبها ولا لازم برضو يعالجها؟ لا، زي ما اتفقنا في الحالة دي هنسيبها، بس هننصحه انه يتابع، يعني كل 6 شهور مثلا بيعيد الأشعة تاني ويعيد تحليل السلمان. والله لقينا تحليل السلمان بيسوق، يعني العدد بيقل، الحركة بتضعف، الشوهات بتزيد، يبقى هنا لازم ناخد إجراء. لقينا درجة الدوالي بتزيد أو حجم الخصية ابتدى يصغر، لا نبتدي ناخد إجراء. لكن لو الأمور مستقرة تمام، وبرضه زي ما اتفقنا رأي المريض يحترم. يعني في شاب بنقول له حبيبي انت هتتابع كل 6 شهور، هتجيلنا تعمل أشعة وتحليل، يقول لي يا دكتور أنا أفضل بقى أتابع. لا، نعملها وخلاص، لكن هنا مفيش ضرورة لإجراء.